الخير على حضراتكم، اهلا بيكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم ليوم الاثنين 13/5/2024. الحقيقه انه التطورات الحادثه بشان قطاع غزه كثيره، وعلى راسها اعلان مصر انها تعتزم ان تنضم للقضيه التي رفعتها دوله جنوب افريقيا في الجنائيه الدوليه. وبحسب بعض الخبراء، مش خبراء، اللي بيقولوا عليهم المفكرين لما يحبوا يسربوا حاجة بس ما تتحسبش عليهم ويجسوا بيها النبض، فقال لك انه ده طعنة في الظهر، وانه احنا ما كناش نتخيل بعد كل اللي عملناه مع مصر عشان خاطر سينا. يعني هو بيعتبر انه موافقتهم على اننا ندخل قوات زيادة في المنطقة به وجيم دي يعني تعاون كبير منه، فيعني كده طعنهم في ظهرهم. اولا لما وقفنا مع الفلسطينيين تقريبا بيتكلم عن مساعدات، احنا فعلا يعني طعناكم في ظهركم لما خلينا الناس تاكل عشان ما تموتش يعني، او بعتنا لهم ادوية او مستلزمات اوض عمليات او. وفي نفس الوقت بقى في هذه القضية اللي بتتهمكم يا حرام بارتكاب جرائم إبادة جماعية. الحقيقة انتوا تخطيتوا الإبادة الجماعية، الجماعية دي يعني تبقى ايه يعني، مش المفرد والمثنى والجمع، يعني اي 3 10 5 100 1000. انتوا قاتلين وانتوا فرحانين بان الفلسطينيين مش بيطلعوا الارقام الحقيقية لان الباقيين تحت الانقاض. انتوا قاتلين ما يزيد بالراحة قوي على 100,000 شخص، تلتينهم واكتر من الستات والاطفال. اي خسة واي ندالة واي ضمير، اذا كان لكم بقية من ضمير، تتحدثون به عن مصر؟ يعني كيف تطولون قامة مصر اللي هي بتدفع عشان الناس تعيش، اللي هي بتدفع دم ومجهود وعرق وسلاح من سنة 48 عشان المنطقة العربية تعيش؟ كان مصر دي، مش عايز استخدم كلام صعب، بس كانت وهي الحقيقة ستكو وتجرسكو. ولو ما كانتش دفعت 100,000 شهيد في حرب اليمن و100,000 زيهم في حروب فلسطين و100,000 جريح وملايين الدولارات، كان زمانكم دلوقتي يعني ما تقدروش تبصوا لفوق كده عشان تكلموها. لكن الحمد لله حسب مصر وكفى، يعني انها شريفة. حطوا قدام الكلمة دي نقط كتير وتحتها 100 خط. النهاردة طبعا في توغلات مزرية في قطاع غزة. امريكا عرضت على اسرائيل عرض عجيب جدا، عرضت عليهم انها تمدهم بالمعلومات عن قادة حماس واماكنهم واماكن الانفاق في مقابل ان هم ما يعملوش عمليات برية واسعة النطاق في قطاع غزة. يعني امريكا معتبرة ما حدث في قطاع غزة حتى الان ليست عمليات واسعة، وقالوا كده بالحرف يعني المتحدث بتاعهم بتاع الامن القومي اعتقد، وان هي ممكن تدي لاسرائيل معلومات بحيث يعني يسبوت كده يضربوا المكان اللي فيه القادة دول من غير ما يموتوا الناس. ورغم ان امريكا بتقول ان هم بيموتوا مدنيين كتير، ورغم ان العالم كله بيقول ان مفيش حماية للمدنيين، ورغم انه بقى وشهم يعني ده اذا كان عندهم حياء للوجه اصلا، يعني انا بتكلم على النظام السياسي العميل الخائن، عميل لمين؟ وعميل الشيطان الحقيقة اللي بيحكم إسرائيل واللي بيوافقوا على كده. على العموم النهاردة هيكون معانا قراءة في هذه التطورات المؤلمة في رفح الفلسطينية وفي شمال قطاع غزة. كمان النهاردة الجيش الإسرائيلي عمل عمليات في جباليا كمان في الشمال، فالحقيقة يعني عشرات من الفلسطينيين بين قتيل وجريح، شيء مؤلم جدا. هيكون معانا الأستاذ عصام الكاشف مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط المتخصص في الشأن العربي للحديث حول هذا الموضوع.
نبتدي أخبارنا بأخبار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي افتتح النهاردة المرحلة الأولى لموسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الواقع على امتداد طريق محور رود الفرج الضبعة الجديدة. وخلال الافتتاح أكد السيد الرئيس أن الدولة بتؤدي دور مهم في التنمية وبتتصدى للتحديات اللي بتواجه المشروعات التنموية الكبرى، زي إزاي نستخدم المية بأفضل طريقة، ودعا المستثمرين لمناقشة قضية استخدام المياه. ومن ناحية تانية أكد السيد الرئيس أهمية دور القطاع الخاص في التنمية، وأشار لشبكة الطرق الكبيرة اللي تم إنشائها في الضبعة ووادي النطرون العالمين، واللي انتقدها البعض، وهي الآن بتسهم بإيجابية شديدة في نقل المحاصيل الزراعية من إنتاج هذا المشروع الكبير لتصل إلى الأسواق. يعني بالآخر الرئيس النهاردة كان بيقول إن في ترتيب وإنه في خطة وإنه المواضيع مش كده، لا ده في ترتيب. فلما عملنا الطرق قال لك إيه، لا أهو دلوقتي أهو لازمته، أهو بتنقل المحاصيل عن مستقبل مصر للتشوين بقى وللتخزين وللتصدير وللأسواق. وطبعا ده بيحصل بأفضل شكل بقى، بدل ما حاجة تتخزن غلط وحاجة تبوظ أثناء النقل وحاجة تتعرض للشمس. كنتوا بتشوفوا زمان عربيات النقل اللي بتقعد، يمكن كانت بتقعد بالأيام أحيانا في طرق السفر اللي من هذا النوع. يكفي إن أنا أقول لحضراتكم إنه طابة، وإنتوا سمعتوا معانا في حلقة النور المقدس الأسبوع الماضي، إن طابة بقوا بيروحوها في عدد قليل جدا من الساعات اللي كانت بتاخد أيام لما كنا زمان نطلع رحلات ولا حاجة. تعالوا نشوف جزء من حديث السيد الرئيس حول مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة. لما جيت أعمل طريقين هنا، طريق الضبعة وطريق وادي النطرون العالمين، الناس قالت الطرق دي لازمتها يا دكتور، صح كده؟ طيب ولما جينا نزود نخلي الطرق دي نخليها 9 حارات، قالوا الناس لازمته ايه الكلام ده؟ هو الناس متصوره ان احنا بنعمله عشان نروح بيه الايه؟ الساحل. الساحل يعني؟ لا هو مش الساحل، احنا بنتكلمه عشان الشغل اللي بيتعمل هنا، لان حجم الانتاج اللي هيطلع من الارض دي ضخم جدا، وبالتالي كان لابد يبقى في شبكه طرق تخدم عليه. انا بس بقول ده كايه، كاحد عناصر او مفردات البنيه الاساسيه لمشروع كبير زي ده. نفس الكلام ده ينطبق على شقه ترع اللي سواء كانت الترع دي ترع مكشوفه او ترع يعني مقفوله بمواسير، نفس الكلام يتحط على محطات الرفع. دكتور محمد سالم استاذ الاقتصاد بكليه الزراعه جامعه القاهره، مساء الخير يا دكتور. أهلا يا فندم. أهلا بسعادتك. يعني أهلا عايز أعرف حضرتك كمتخصص كبير، يعني مدى رضاءك عن دعم قطاع الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية بمشروع مستقبل مصر. أولا مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة ده بيقع على امتداد طريق محور رود الفرج والضبعة الجديدة. أيوة. والمشروع ده يعني الهدف منه هو تحقيق كل النتائج، على اساس ان احنا نزرع حوالي تقريبا 2 مليون فدان. أيوة. بنستهدفهم في 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 2025. فيما بعد احنا بنستهدف ان احنا نوصل ل 4.5 مليون. ايوه. تقريبا الفدان في المشروع بيتكلف من 350 ل 400,000 جنيه بنيه اساسيه بس. 2 مليون فدان ده هتدخل الخدمة العام المقبل بإذن الله في مشروع مستقبل مصر. احنا يمكن زرعنا 80,000 فدان بالمنيا بني سويف، دي كلها بتعود على الأيدي العاملة، وبالتالي هذا المشروع بيزود فرص العمالة، بيزود فرص التصنيع الزراعي، فبيوفر العديد من المنتجات اللي احنا محتاجينها المهمة للاستهلاك المحلي وللتصدير. طيب يا دكتور خليني اسال حضرتك عن دعوه السيد الرئيس النهارده للمستثمرين لمناقشه موضوع الاستخدام الامثل للمياه، هل يستطيع القطاع الخاص، طبعا مصر تصدت بقوه لهذا الامر في
ابار في توليد ميه من الكهرباء من الطاقه النوويه، شغال ان شاء الله جاي من يعني مصادر كثيره، وتبطين ترع لتقليل الفائض وتوسيع مفيض تشكى و والحمد لله ربنا كرمنا من ساعه ما قالوا سد النهضه والميه بتنزل اكتر ما كانت بتنزل، وعندنا يعني حصتنا وزياده. لكن فكره الاستخدام الامثل للمياه اللي تحدث عنها الرئيس واللي عمله بشانها معالجات ثلاثيه وغيره، عايز بكل صراحه اتفضل. فخامه الرئيس هو عنده تخطيط وعنده بعد نظر يعني وعنده جهد وصبره ان هو يوصل بمصر الى يعني مصاف الدول الكبرى. وبالتالي احنا بنحاول او فخامه الرئيس بيحاول ان احنا نتوسع افقيا ونتوسع راسيا، بمعنى احنا النهارده عندنا كميه ميه محدوده. أيه. فهو عاوز استخدام الامثل لهذه الكميه المحدوده بالنسبه لنا. أيه. بحيث نوصل لاقصى استفاده ممكنه لزراعه مساحه اكبر وانتاج اكبر يغطي احتياجاتنا ويؤدي الى زياده الصادرات بتاعتنا لتوفير العمله الاجنبيه الصعبه. انا بشكرك جدا دكتور محمد سالم استاذ الاقتصاد بكليه الزراعه جامعه القاهره. والحقيقه انه كي تستطيع ان تصل مصر لمصافي الدول المتقدمه زي ما قال دكتور محمد سالم ان دي رؤيه السيد الرئيس، قال جمله لطيفه النهارده الحقيقه، قال وهو بيفتتح المرحله الاولى لموسم الحصاد مشروع مستقبل مصر للتنميه المستدامه، رد على اللي بينتقدوا الانفاق على المشروعات وعلى الطرق وعلى المصانع وعلى الحاجات اللي هي ليها علاقة بالتكنولوجي والمدن الجديدة، قال انه مفيش خيارات تانية، قال انا زنقت نفسي وزنقت الدولة بس علشان نعمل دولة، وقال اللي بيتعمل ده اثاره يوم بعد يوم بتعود للدولة اللي بتنمو باكتر من 2 مليون بني ادم في السنة. تعالوا نشوف كده الجزء ده وناخد برضو تليفون نستوضح هذا الامر. بقول كلام معقول؟ صح، بس كان لابد نعمل ده ولا ده، يعني نعمل ده ولا ده، فيقول لك انت طب ما انت زنقت نفسك وزنقتنا. صحيح، بس انا ما عنديش خيارات تاني، انا زنقت نفسي وزنقت الدولة بس عشان نعمل دولة. عشان نعمل ايه؟ دولة. واللي بيتعمل ده اثاره يوم عن يوم بتبقى بتعود للدولة، اللي بتنمو اكتر من 2 مليون انسان في السنه. انا بشكرك، ويمكن بقيه الجوله هيبقى عندنا فرصه، وانا ارجو تالي للقطاع الخاص. وانا لما بقول الكلام ده، ده مش كلام يعني ميديا يعني، لا والله العظيم انا صادق، واكيد لو انا صادق حقيقه ربنا هيوصل صدقي لكم ان انتم تبقوا معانا في المواضيع ديت. طبعا يسعدنا وامر لمصلحتنا كلنا ان انتم تبقوا موجودين وكل التسهيلات تقدم لكم. دكتور ياسر شحاته استاذ اداره الموارد البشريه والتنميه المستدامه رئيس قسم اداره الاعمال بكليه الاقتصاد جامعه 6 اكتوبر. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. يعني أعرف متابعات حضرتك لردود السيد الرئيس على منتقدي مشروعات الدولة، وإنه أحياناً بتبقى الرؤية ده إذا كانوا يعني سلماء الضمير، يعني بتبقى الرؤية مش كاملة ومش واضحة ومحدش عارف إن ده جنب ده، فده هيحتاج ده عشان ينقل لده. لكن عايز أعرف يعني تقييم حضرتك في العموم على ما قاله السيد الرئيس النهاردة رداً على الشائعات التي لا تنتهي عن مصر. يعني السيد الرئيس النهاردة من خلال حواره الصادق، وأنا بقول عليه حوار صادق لأبنائه، هو صادق للجميع العامة وصادق لكل المصريين. ما بيقولش إن أنا ما زنقتش نفسي وزنقت الدولة، لا ده بيقول وبيعترف إنه زنق نفسه وزنق الدولة، بس لصالح مين؟ لصالح الدولة. النهاردة يا فندم اي استراتيجيه قوميه تنتهجها الدوله المصريه بتضيف للاقتصاد القومي قيمه مضافه. فالنهارده
لما ابدا اشتغل باستراتيجيه، ويمكن كانت الدوله المصريه في عام 2013 وشفنا عام صعب علينا كلنا طبعا، وما بعد 2013 في النصف الثاني ل 2014 كانت الدوله محمله باعباء خطيره جدا، كفيله اي قياده سياسيه تقول لا انا هتصدى للتحديات ومش هشتغل تنميه. لا على الاقل تحديات الامن القومي نحافظ على البلد وبعدين نبقى نشوف هناكل ايه بالظبط يعني. وكان في الوقت ده لو قالوا الكلام ده كلنا كنا هنحييهم ونساندهم. صحيح. لكن بدانا نرسم استراتيجيات وبدانا نتكلم على تنميه مستدامه حقيقيه وبدانا نشتغل بقى وننفذ. يعني لو حضرتك شفت والذهنيه العامه شافت، والنهارده الصادقين المصريين الصادقين، انا بتكلم المنتقدين دول في ناس بتنتقد نقد هدام. لو طبعا حضرتك بتنتقد طبعا، او اللي بينتقد ده بينتقد نقد يا فندم، ده طول الوقت ده وسائل الاعلام بتكتسب دلوقتي شهرتها من انتقادها لمصر. يعني مفيش حاجه تحصل يعملوا اتحاد للقبائل عشان يضمنوا ان كلمه سينا تبقى كلمه واحده، يقول لك فلان الفلاني هل هو الان اقوى رجل في سينا، كانه ايه بقى يبتدي يقول بقى خلاص اتسحبت السجاده من القياده السياسيه، ده بقى اللي هيقرر ان شاء الله يعني يخشوا لنا ولا ما يخشوا لناش. نعمل اي حاجه كويسه في الاقتصاد في قناه معينه مشهوره جدا وعربيه واقول اسمها قريب، كل يوم تاخد الموقع بتاعها وتاخد الكلام وتقول لك هل تنقذ هذه الصفقة اقتصاد مصر المتعسر؟ هل يستطيع السيسي أن يعني يعيش المصريين الغلابة؟ هل حاجة بقت صعبة؟ عشان كده أنا نفسي فرصة وحضرتك معانا وحضرتك أستاذ جامعي وإخواتك الصغيرين وأولادك والطلبة بتوعك دول، يعني أنا أعتقد أن حضرتك أكيد حطتهم في ذهنك كمسؤولية كبرى، كيف نختار ما نتابعه عن مواردنا البشريه باعتبار ان حضرتك استاذ موارد بشريه؟ شوف يا فندم، انا بقالي سنين بخصص 10 دقائق في محاضرتي في البدايه عن دور الدوله بتعمل للناشئ الصغير ده ايه. الشباب الصغير ده لازم يا فندم ارسخ عنده مفهوم الموروث الثقافي والحضاري، لابد اني ارسخ عنده المفاهيم الصحيحه وصحح المفاهيم المغلوطة. ده دورنا القنوات او اللي بيتكلم ان في واحد للقبائل السنوية. يا فندم احنا شغالين في اطار سينا، سينا بس تحديدا اللي اتعمل في سينا اقدر اقول ان سينا قربت. سينا اللي كانت في وقت من الاوقات الدولة المصرية في العهود السابقة كانت غير قادرة، وده بكل صراحة غير قادرة على تنمية سينا تنمية حقيقية. حضرتك من 2014 في النصف الثاني ل 2014 بدأ كل اتجاه القيادة السياسية لأرضنا في سينا. ازاي؟ هو النهاردة أنظار العالم كله بتنظر إلى مطار العريش في إنزال المساعدات لغزة. حضرتك النهاردة احنا لما اشتغلنا على تطوير مطار البردويل ورفع كفاءة وتطوير مطار العريش والمينا في العريش، وبدأنا اشتغلنا في سينا. انا لو اتكلمت عن اللي حصل في سينا بشكل حقيقي الحلقات مش هتكفيني. صحيح. طب يا فندم ما تنورني في الاستوديو ونتكلم براحتنا بقى وناخد الحلقات اللي احنا عايزينها. يسعدني ويشرفني حضرتك فعلا. يعني انا بشكر حضرتك وحسيب زملائي في الاعداد يرتبوا مع حضرتك الميعاد اللي يناسبك، لان حضرتك واضح ان انت مربي واستاذ جامعي وقوي في تخصصك وواعي قوميا وسياسيا بما تفعله الدولة وعلى وعي بنبض الشباب وبيقولوا ايه وبيعترضوا على ايه، فده هيبقى شرف كبير لينا. شكرا جزيلا الأستاذ دكتور ياسر شحاتة، أستاذ الإدارة إدارة الموارد البشرية والتنمية المستدامة، رئيس قسم إدارة الأعمال كلية الاقتصاد جامعة 6 أكتوبر. طيب موضوع أصله بتاع اتحاد القبائل ده غزني جدا الحقيقة يعني، ولذلك هذه الانتقادات التي طالت هذا الاتحاد انه يريد مش عارف ايه وينفصل عن ايه وقراره ملوش دعوه بايه ومين اللي بيحرك فيه ايه وماله ماله. خلاهم طلعوا بيان النهارده في الجيزه انهم يحترمون كل مؤسسات الدوله، وان الاتحاد لا
لا يتعدى او لا يقدر كل مؤسسات، بل هو يقدر كل مؤسسات الدوله ويحترمها، وهيعملوا مؤتمر هنا في القاهره هيوضحوا فيه اهداف هذا الاتحاد وكيف هي تحت سمع وبصر الدوله. ده امن قومي. هو انتم متخيلين النهارده لما واحد يعمل اتحاد عمال في أسيوط ولا في سوهاج ولا في الإسماعيلية، كل الحدود طبعا يعني كلنا لازم نحافظ على بلدنا، لكن سينا ده يبقى بقى حد واعي كويس قوي وعارف كويس قوي هو بيحقق ايه للدولة، لأنه بيحقق للشعب المصري. حسن شحاته وزير العمل ترأس النهارده أولى جلسات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون العمل. الجلسة عقدت في ديوان وزارة العمل بحضور ممثلي أصحاب الأعمال والعمال والجهات والوزارات المختصة. بدأ اللقاء بعرض توجيهات السيد الرئيس في احتفالية عيد العمال الماضي، بالانتهاء بسرعة من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون في أقرب وقت تمهيدا لإصداره. الأستاذ عبد العزيز سمير رئيس اتحاد شباب عمال مصر، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. يعني يا ريت لو سريعا كده أعرف من حضرتك أهم صفات القانون الجديد وإيه اللي بيتلافاه من مشاكل وتحديات كانت تواجه العمال في ما سبق. يعني خليني بس بداية أبدو سعادتي أن أنا متواجد مع إعلامي بحجم وقيمة معاليك يا فندم، وعلى القناة بحجم وقيمة معاليك يا فندم، كتر خيرك يا فندم. طيب خلينا بس نقول إحنا في القانون كنا طالبين إيه، وبداية برضو لازم نشكر معالي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على يعني اهتمامه الكبير جدا بعمال مصر. وانا اقول بس حاجه بسيطه كده سريعا عشان وقت معاليك، احنا في 2018 كان سياده الرئيس حريص جدا على العماله غير منتظمه في 2018 طبعا، اللي قرر فيها يا فندم حصر العماله غير منتظمه طبعا، والحوافز البسيطه اللي اتصرفت للناس بسبب العطله. ايوه بسبب ازمه كورونا يا فندم. ايوه طيب خلينا نقول بس ان لولا سياده الرئيس لما طلب بحصر العماله غير منتظمه، وكان فعلا في التوقيت دوت اهل الشر والقنوات المعاديه للمصريين، مش هنقول لنفسها لا دي للمصريين كمان، ان هم كانوا بيشككوا في هذا القرار بتاع سياده الرئيس. انا عايز اقول بس نرجع في 2018 قبل ما نخش في حديثنا في قانون العمل، الا لولا تعليمات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصر العماله غير المنتظمه التي تقدر ب 2.6 مليون عامل غير منتظم، ما كناش شفنا في ازمه كورونا. احنا كلنا ما تاثرناش في ازمه كورونا. كام يا فندم؟ 2.6 مليون؟ 2.6 مليون. اتنين؟ انا مش بسمع كل مره كلمة اتنين ولا مليون. 2 مليون. 2.6 مليون تحديدا، انا بقول لحضرتك دي احصائية تم حصرها في 2000 بيتهيألي يعني ضئيلة برضو، بيتهيألي في اكتر من كده، بس ربما بيمشي حلهم في سكك تانية. يعني انا هقول لك ليه الحصر بتاع 2.6 مليون. لما سيادة الرئيس يعني اديني فرصة 30 سنة اقول لي معاليك، في 2018 سيادة الرئيس لما طلب حصر العمالة غير منتظمة في 2018 ودي اللي نفعتنا في ازمة كورونا، احنا شفنا القطاع الاعمال، القطاع الحكومي، القطاع الاستثماري، حتى القطاع الخاص ما تأثرش، كان كله بياخد مرتباته، ودي تبقى لتعليمات سيادة الرئيس. أكثر من 30% من العمال في دول الخليج تأثرت وكانوا بيصفصفوا العمالة بتاعتهم. إحنا في ظل هذا الأزمة وظل التحديات القابلة سيادة الرئيس ومؤسسات الدولة، إحنا ما تأثرناش كعمال في نفس الوقت. طب أنا عندي أزمة تانية، إن إحنا لسه ما اتكلمناش عن قانون العمل ووقت المداخلة قرب يخلص. خلينا نتفق على تعالى نتفق على الاستفاده بتاعه العمال في عصر سياده الرئيس تبقى فقره معانا، وكلمني عن القانون الجديد. طيب احنا في القانون طالبين الغاء استماره 6 بحيث ان يكون صاحب الفصل في اي عامل هي المحكمه العماليه، ودي من احد قراراتنا لما بينا سياده الرئيس كعمال في الحمله الرسميه. طالبنا بالغاء استماره 6، واعتقد ان احد اولويات سياده الرئيس كان حريص جدا بالكلام وكان مستمع جيد لينا لما احنا كلمنا معاه في الجزئيه ديت، ان احنا بنطالب بالغاء استماره 6 بحيث ان صاحب الفيصل في فصل اي عامل والحكم الفيصل في فصل اي عامل
في استمارة ستة هو المحكمة العمالية وليس صاحب العمل. طب يعني هي فندم هي ايه مشكلة الاستمارة دي؟ هل المشكلة استمارة ستة انها بيتم الامضاء عليها قبل الشغل؟ أيوة. ولا المشكلة انها قائمة في حد ذاتها؟ لا هو حضرتك هو صاحب المنشأة في أول عمله في أول حد ما حد يجي يشتغل بيمضيه على استمارة ستة في حيث انه في وقت المشي. ايوه استمارة ستة دي بتقول ثانية واحدة بس هي استمارة ستة دي بتقول ايه؟ بتقول ان هو الفصل اي عامل في اي توقيت حسب المنشأة وحاجتها. يبقى المشكلة مش في استمارة ستة. اتفضل. المشكلة في انه يطلع قانون الا يعتد بأي ورقة يمضيها. أيوة. للعامل ولا الموظف ولا البروكر. انت عارف انه في اكبر الشركات في مصر في القطاع الخاص بيمضوا ورقة شبه دي عشان لما يجي ماشي ما انا عايز اقول لك يا ابني انت اعلامك كبير وانت معروف بحضرتك ان انت بتملي الطبقه المتوسطه وانا بحيي حضرتك يا كده. احنا كبرنا احنا لما قعدنا مع اتحاد الصناعات احنا كبرنا ناخد اللي هي الجزئيه دي. احنا لا خد بالك احنا برضو لازم يبقى في توازن ما بين اتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين وما بين العمال. انا بصفتي راجل رئيس اتحاد شباب عمال مصر فبالتالي بدافع عن عمالي. فانا بطالب بيك احنا بنطالب بقانون توازن يبقى متوازن ما بين يبقى المستثمرين مستفيدين وفي نفس الوقت العمال. انا عايز العامل يروح شغله يا هبي يكون مطمن هو مع اسره مع لازم يبقى يكون واخد طمانيه. واعتقد في ظل الجمهوريه الجديده بنادي بقى سياده الرئيس مؤسسه الدوله ان احنا لازم العامل يكون مطمن راح شغله وهو مطمن. انما استماره سته وهو موجود مش ضامن ان هو ممكن. انا قلت لك ان هو طيب. انا بشكرك يعني لغايه كده ومن فضلك يعني تنورنا كده زمايلي برضو في الاعداد هي اتفقوا مع حضرتك على ميعاد يناسبك تنورني ونتكلم لان الموضوع شباب العمال ده فيه كلام كتير قوي. شكرا جزيلا استاذ عبد العزيز سمير رئيس اتحاد شباب عمال مصر بشكرك وبتطلع فعلا الفقرتين دول وانا ما بقولش كده لاي حد عشان تبقوا عارفين وانتوا عارفين وملاحظين من الحلقات ان انا لما بلاقي حد عنده وعارف ايه اللي بيتقال لا ساعات الاقي حد يعني ايه خايف بيقول يا دوبك على قد اللي المفروض يتقال وما تسأله في حاجة ما يجاوبش يعني ما. لكن الناس اللي فاهمة هي بتعمل ايه هي ديت عماد الجمهورية الجديدة. طيب عندنا جهاز حماية المنافسة اسمعوا معايا بقى ركزوا معايا في الخبر ده يحرك دعوة قضائية ضد 7 من كبار السمسرة بسوء الدواجن. مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصدر قرار بطلب تحريك دعوة جنائية ضد 7 من كبار سمسرة دواجن التسمين البيضاء. وأوضح في بيانه اليوم أن هذا التحرك جاء بعد ثبوت مخالفتهم لأحكام مادة 6 من قانون حماية المنافسة باتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء اللي بيتم بيعه من المزارع بتجار الجملة ما يؤثر سلبا على الأسعار في حلقات التداول. أستاذ عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة والداجنة باتحاد الغرف التجارية مساء الخير يا فندم. النور يا فندم أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أنا أعتقد إن دي المرة الأولى الأجهزة الرقابية بتحيل حاجة للدعوة الجنائية. لا قبل كده كان في أعضاء من اتحاد منتجي الدواجن وبنفس القصة عشان بيقولوا عن أسعار. لكن هو القضية الأساسية إحنا مع أي تحركات إيجابية من شأنها تجعل هناك انضباط للسلع الاستراتيجيه الخاصه بالمواطن المصري. تمام. ده في البدايه. لكن احنا بنقول النهارده الجماعه دول اللي هو تم تحريك الدعوه الجنائيه ضد 7 هو من المفترض التجار دول شغالين من 2011 يعني انا من 2011 لحد النهارده لسه باين ان هم دول بيعملوا اجراءات خاصه بان هم السوق والكلام ده كله. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه لا معلش يعني انا ما معلش يعني حضرتك قول لي اخر كده جزئيه دي معرفتش افهمها. يعني انا النهارده التجار دول قصدي السمسرة دول شغالين من 2011 في ظل وقوف البورصه كان البورصه شغاله وهي اللي بتطلع السعر بورصه الدواجن ثمنها. طب واقفه ليه؟ صح من ساعه الثوره ما اتحركتش ومحدش مجلس الاداره بتاعها كان خلاص اتشال وكان تحت رعايه السيد المستشار محافظ الاليوبيه ثم بعد الثوره خلاص مفيش. لكن هي من المفترض كان يتم تفعيلها اللي هي الاكبر والافضل
وان هي الاحرى ان هي تقوم بهذا الدور. طبعا. فبدات تشتغل السماسره، السماسره لما اشتغلت بدات هي اللي بتحدد الاسعار بناء على اليات العرض والطلب. لكن القضيه بتاعتي مش في كده بس، انا بتكلم النهارده زي ما قلت لك في البدايه احنا بنعضد اي تحرك ايجابي من شانه انضباط السوق. طب يا استاذ عبد العزيز، انتوا كغرفه شعبه ثروه داجنه باتحاد الغرف التجاريه ما وضعتوش المطلب الرئيسي ليه قدام الجهات المسؤوله لألا تتهموا انتوا بان انتوا مبسوطين لفكره وجود السماسره؟ يا فندم احنا اتنبح صوتنا ان احنا عاوزين يتم التحرك الايجابي في تفعيل دول البورصه، وقلنا مره واثنين وثلاثه. تتكون من مين؟ قلنا تتكون مجلس ادارتها من وزاره الزراعه، وزاره التموين، التنميه المحليه، الغرف التجاريه، اتحاد منتجي الدواجن. قلنا 500 الف مره مش مره واحده. طيب لكن احنا اخيرا عندي سؤال صغير، هل في رايك هذا الاجراء سيردع جشع تجار اخرين، ولا احنا خلاص دلوقتي بقى القفا سميك كل واحد يقول لك انا مأمن نفسي لغايه لما تحصل له هو المصيبه؟ ازاي يتم التحرك الايجابي في وضع البديل فانت تبقى في مشكله. اذا لم يتم التحرك الايجابي في وضع البديل للسماسره، لان السماسره عندها الداتا بتاعت المزارع وهم اللي عارفين الناس وبيتعاملوا مع اصحاب المزارع. بشكرك. اذا ما كنتش انت فورا تحرك وتفعل دولار بورصه، يبقى عندك بورصه رئيسيه موجوده في بنها وعندك بورص فرعيه في كل المحافظات تاخد من البورصه الرئيسيه السعر وتم تعميمه، يبقى عندك مشكله. وهقول لحضرتك حاجه، النهارده الناس دول اخطاء ومخطئين، طب ليه انت ما دخلتهمش في منظومه رسميه؟ يبقى ده راجل اسمه مثلا راجل مساعد تاجر، اي مسمى في الاخر تاجر بياخد من ده وبيدي لده، مش مشكله. تمام. اي هتلاقي له دور وهتلاقي له مسمى. على العموم انا بشكر سعادتك جدا، منظومه رسميه. بشكرك جدا استاذ عبد العزيز السيد رئيس شعبه الثروه الداجنه باتحاد الغرف التجاريه. يعني احنا بحت اصواتنا في موضوع العلف وموضوع اسعار الفراخ واتاري البورصه مش شغاله من 13 سنه. يا ناس حرام عليكم يا ناس، ده احنا بنهاتي واهو الغرف التجاريه، حد يطلع يرد على الناس اللي بتقول كده؟ حد يقول لم يقدم الينا هذا المطلب، او حد يقول قدم الينا بشجاعه ادبيه ولم نلتفت اليه؟ تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل اخبار. طيب كنا بنقول انه برضو الاتحاد العام للغرف التجارية اللي اعضاؤه بيوجهوا نداءات كثيرة للحكومة، ايضا رئيس شعبة الادوية بالاتحاد العام للغرف التجارية علي عوف يحذر من ان قطاع الدواء في مصر بيواجه تحديات كبيرة في التسعير، وقد يؤدي هذا لنقص غير مسبوق في الادوية، ووجه نداء عاجل لمجلس الوزراء وهيئة الدواء لدعم القطاع. في تصريحات لي أكد أن زيادة تكاليف الإنتاج واعتماد قطاع الدواء على استيراد 90% من مدخلات الصناعة بالعملة الصعبة قد يدفع القطاع لحافة الانهيار، وطالب بالتحرك العاجل لإنقاذ قطاع الدواء من شبح التوقف. دكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بسعادتك، يا ريت تقول لنا أهم التحديات اللي بتواجه قطاع الدواء في مصر دلوقتي. طبعا قطاع الدواء سلعة استراتيجية وهي أمن قومي وليها بعد اجتماعي، وده حاجة مهمة. الدواء صناعة زي صناعة له أعباء وتكاليف ومدخلات، ومدخلات دي مربوطة بالدولار، بنستورد 90% من منتجاتنا بالدولار. أيوة. وبالتالي مع تحريك الدولار من 31 إلى 48، الدواء واحدة من ثلاث سلع مسعرة جبري في مصر، العيش بخمس قروش و البنزين والدواء، العيش والبنزين الدولة بتتحمل دعمهم، الدواء لا يتم دعمه، وبالتالي بيتم مع زيادة التكاليف حوالي 17 جنيه في الدولار، يعني 65%. فده معنى كده ان احنا لابد من مراجعة التكاليف. فالشركات الأدوية تقدمت بتحريك الأسعار بتاعتها، وهيئة الدواء ما زالت بتدرس، لانه البديل ليها ان هذه الشركات
لما هتبدا تخسر فهو يتقلل موظفين، يتقلل رواتب، يتقفل. طب هل يا فندم في ادويه بالفعل بدات تنقص في السوق ولا تحذير حضرتك جه قبل ما ده يحصل؟ لا، هو في حاجات بدات تظهر في البوادر، فلما بدات تظهر بدانا نتجه الى ان احنا نخلي بالنا من انه يعني نحذر ان ممكن المشكله تتفاقم، تحصل مشكله زي دي. طبعا. وبالتالي دورنا ان احنا ننبه قبل ما المشكله تتفاقم. طبعا انا بشكر سعادتك دكتور علي عفر رئيس شعبه الادويه بالغرفه التجاريه. الموضوع ببساطه ان الادويه اللي ما زالت ب5 جنيه وب7 جنيه وب8 جنيه وب10 جنيه الغرفه بتقول ارفعوا تسعيرتها حاجه بسيطه عشان الشركات بتتكلف كتير قوي، والمفروض ان ده ملوش علاقه، بالعكس بقى الادويه الغاليه قوي لا الدوله تسعرها باقل من ما هي بتباع بيه الان. يبقى اذا التحريك، عشان كده يمكن كلمه التحريك كلمه دقيقه جدا، علشان التحريك معناه انه مش كله يعلى، لا الواطي يعلى والعالي يوطى عشان نقابل الناس في مستوى أسعار يكون الإنسان المتوسط في مصر قادر على دفعه. طيب انتوا عارفين بدأت امتحانات النقل وبدأت صفحات العار، يعني هو عار لأصحابها، لكن يعني هي بالنسبة للي بيعمل كده وبياخد فلوس طبعا مش شايف أي عار، لأنه يعني ما بقاش فيه شرف أصلا يعني عند هؤلاء. فبدأت صفحات الغش الإلكتروني تتداول من أمس مثلا والنهاردة أسئلة وإجابات امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بعدد من الملاحظات عقب بدء الامتحان فورا. بحسب بعض المواقع تم تداول امتحان الهندسة تانية إعدادي بإدارة دشنة التعليمية هنا، علوم ستة ابتدائي إسماعيلية، دراسات تانية إعدادي أليوبية، إنجليزي تانية إعدادي جيزة، إنجليزي أولى ثانوي سوهاج. أستاذة داليا الحزاوي خبيرة تربوية وعضو ائتلاف أولياء أمور مصر، مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك. يعني ما صحة هذا الأمر الأول؟ هو حضرتك عضو الائتلاف ولا رئيس الائتلاف؟ لا أنا مؤسسته. طيب ومفيش غيري يعني. ما أنا بقول برضه، أنا بقول في حاجة مش مظبوطة. طيب يا فندم أهلا بيكي، وقولي لنا مدى دقة الكلام ده يا فندم. من متابعتي لسير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للأسف عاد المشهد من جديد جروبات الشومينج على التليجرام. بقى في تداول يومي لصور أسئلة الامتحان داخل اللجان وبعد شوية بيبقى الإجابات. تصور حضرتك لده إنه واحد بيصور ويبعت من جوه اللجنة؟ ايوه يعني بعد دخول الطلاب بوقت صغير جدا بيتم عمليه جاهزه بقى مدرسين عشان يجاوبوا ويبعتوا. للاسف. هل تصور للأسف. حضرتك ان ده طلبه ولا اداريين ولا مدرسين ولا ايه بالظبط؟ يعني هو المشهد ده اللي احنا شايفينه المخزي ده اكيد يعني بيفتح علامة استفهام كبيرة. يعني يعني مش طلبة بس حضرتك عايزة يعني كده؟ ايوه الموضوع محتاج فعلا ان احنا ندق ناقوس الخطر وفعلا نقف على مين المتسبب في الظاهرة اللي هي نزلت كمان لصفوف النقل. يعني احنا كنا على طول عارفين ان ممكن يحصل بعض التجاوزات في الشهادات، ولكن ان هي يبقى صفوف النقل ده حاجة طبعا يعني سيئة جدا. وزارة التربية والتعليم ردت على أي حاجة من الحاجات دي اللي بالأدلة هي والأسامي والأماكن والمستندات؟ هو بصراحة يعني تعليم الجيزة اتخذت موقف يعني أنا أحييها عليه بصراحة، إن هي ألغت امتحان 4 طلاب واعتبروه عام رسوب ليهم ومش هيدخلوا دور تاني. كانوا تم يعني ضبطهم بالغش وحرموا معلم في مدرسة الشهيد أحمد خالد الحجار من أعمال الامتحانات وعملوا له توقيع جزاء 7 أيام. أنا شايفة طبعا يعني 4 طلاب بس في اللي احنا سامعينه ده، احنا محتاجين يعني إجراءات أكثر رد عليهم الطلاب دي. بس من الطلاب دلوقتي معلم ده كان عمل ايه اللي خد 7 أيام ده؟
انا متهيألي هي في نفس اللجنه بتاعت الطلاب دي، ان هو اخذ لفت بقى توقيع جزاء عليه لمده 7 ايام. متهيألي يعني احنا محتاجين مثلا تواطأ او شيء من هذا القبيل يعني. يعني هو ما فيش تفسير، بس هو الخبر كان في نفس السياق بتاع الطلبه الاربعه حرمان المعلم من اعمال الامتحانات وتوقيع جزاء عليه لمده 7 ايام. بجلالة قدرها ما ردتش ردا حاسما على كل الحوادث دي، سايبة كل يعني إدارة كده تشوف ايه اللي بيحصل اذا كانت هتتخذ او لا. هي مأساة. ليه بقى؟ لانها فعلا بتسبب احباط للطالب المجتهد طبعا، وبتخليه يحس ان حقه ضايع، وبتخلي كمان الطالب الكسول يزداد في كسله. يعني انا لما اعرف إن هننتظر بعد اذن حضرتك كده يومين ولا حاجه نشوف وزاره التربيه والتعليم هتعمل ايه، لان معاها اوراق الاجابه وعندها اللجان اللي انتوا ذكرتوها. بشكرك حضرتك جدا داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر والخبيره التربويه، وهنشوف بقى ايه اللي هيحصل، لان الغاء الامتحان كمان للجنه كامله ده مش حل، لان فيها اللي غش وفيها اللي ما غشش. ده الموضوع لازم يتحصر كده ويتلم ويتحط كاميرا على اللجان دي ويتشاف مين اللي نقل، ويتعرف مين اللي صور الورق ومين اللي بعته من عدم حملة الضمير. على هذا الذكر بقى، هناك جهود وهناك مؤسسات في مصر تعمل لصالح أبنائنا بصدق ولصالح تكافؤ فرصهم، ومن ضمنها خدمة أتحبني المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، اللي هتنشر المراجعة النهائية لكل مواد الشهادة الإعدادية على قناة يوتيوب الخاصة بميسات. المركز الثقافي خدمة أتحبني التابعة للمركز هتنشر المراجعات النهائية لكل مواد الشهادة الإعدادية على قناة ميسات على يوتيوب. خدمة دروس التقوية كانت قد فتحت أبوابها في المركز، وبدأت هذا العام الدراسي بمدرسين أكفاء لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية، ومجانا دون مقابل لجميع الطلاب، حرصا من المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وخدمة أتحبني على رفع جزء من الأعباء عن أولياء الأمور في ظل ظروف اقتصادية صعبة اللي بيدفعوا. يعني لما بيتجمع الرقم بيطلع ملايين كتير في مصر في الدروس الخصوصية. احنا بنشكر الحقيقة خدمة أتحبني والقائمين على المركز، لأنه ده موضوع مهم، وكان غرض أيضا دروس التقوية الوصول لشريحة أكبر من الطلاب، ولتحقيق هذا الغرض هننشر المراجعات أو الخدمة مشكورة هتنشر المراجعات على قناة اليوتيوب الخاصة بميسات، مع كل تمنياتنا لأولادنا بالتوفيق. وخد بالك يا ابني، خد بالك يا حبيبي، الله ليس بظالم حتى ينسى تعبك. اوعى تفتكر ان مجهودك واخلاصك وان واحد جاي بيهرج وبيتريق وبيغش، الخطيه يا حبيبي عقوبتها جواها، والوصيه كمان جزاءها وفضيلتها واكليلها ومجدها جواها. شوف انت ربنا هيكافئك قد ايه على امانتك وعلى اخلاصك، وشوف هو هيحصل له ايه سواء دلوقتي او بعدين. مش شغلتنا نترقب مشاكل او مصايب الاخرين، لكن خلينا واثقين في العدل بتاع ربنا. اخيرا بقى عندي خبرين بسرعه كده عن وزير الخارجيه المصري الهمام السيد السفير سامح شكري، اللي تلقى اتصال هاتفي من نظيره الامريكي انتوني بلينكن لتناول التطورات في غزه، وتبحثوا خلاله باستفاضه بخصوص الابعاد الانسانيه والامنيه للعمليات العسكريه الاسرائيليه في رفح الفلسطينيه، وما يتصل بها من سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومنع دخول المساعدات الإنسانية. وجدد شكري تأكيد العواقب الإنسانية الوخيمة لإغلاق المعبر واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وشدد على حتمية إعادة نفاذ المساعدات، واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن مجمل تطورات الأزمة في قطاع غزة ودعم السبل الكفيلة باحتواء تداعيتها. طبعا حضراتكم متابعين ان في مصدر رفيع المستوى النهارده في مصر صرح بانه تم ابلاغ وفد المفاوضات والجانب الاسرائيلي صراحه
بأن إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة عما يحدث للمدنيين بسبب العمليات العسكرية في قطاع غزة وفي رفح الفلسطينية وتدهور الأوضاع الصحية وأوضاع الأمن الغذائي والأوضاع الأمنية لأكثر من 1.5 مليون إنسان. أيضا توجه وزير الخارجية سامح شكري النهاردة للبحرين للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية في إطار الإعداد للدورة 33 للقمة العربية. المتحدث باسم الخارجية بيوضح أن الاجتماع هيبقى بكرة ومن المنتظر أن يناقش بنود ومشروعات قرارات تمهيدا لرفعها للقادة العرب خلال القمة، من بينها مثلا التطورات في ليبيا، السودان، الصومال، لبنان، جزر القمر، اليمن، وصيانة الأمن القومي ومكافحة الإرهاب. وأشار المتحدث إلى أن القضية الفلسطينية والوضع في غزة سيتصدران سلم أولويات مناقشات المجلس الوزاري ومن بعده القمة العربية. السيدة الأستاذة فرناز عطية الباحثة في الشؤون الإقليمية والدولية، مساء الخير يا فندم. مساء النور، زي حضرتك عامل إيه؟ أهلا بسعادتك يا فندم. يعني في رأي حضرتك إيه اللي ممكن نتوصل إليه من القمة العربية القادمة، وهل تتوقعي مواقف عربية قوية لمساندة فلسطين باعتبار أن هم صرحوا أن ده هيبقى الموضوع الرئيسي؟ يعني هو طبعا القمة العربية القادمة طبعا سيتصدر المشهد الملف الفلسطيني أو الوضع الموجود في على الساحة الفلسطينية والعمليات التي تقوم بها إسرائيل والتي تؤدي طبعا إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. ده هيكون المتصدر للمشهد. لكن ما عندناش أي يعني توقع كده إعلامي أو صحفي لما يمكن الاتفاق عليه في ظل الظروف المتردية للمعيشة والأمن في هذا القطاع؟ هو هيبقى في محاولات للدعوة لتهدئة الأوضاع ولخفض الصراع الموجود ومحاولة طبعا إثناء إسرائيل عن مواصلة موضوع الإبادة اللي هي مستمرة فيه، وفي نفس الوقت إن هي ما تقومش بعملية شاملة في رفح. طيب أخيرا عايز أسألك عن حرص الجانب الأمريكي على التواصل الدائم مع مصر، هل يعني ننتظر منه أي شيء أم أنه الفاعل الرئيسي كما يؤكد كثير من المحللين؟ يعني هو حرص الجانب الأمريكي مع في التواصل مع مصر بشأن القضية الفلسطينية، لأن مصر طبعا فاعل رئيسي ومن زمان وهي قايمة بدور الوسيط وقايمة بدور حيوي في القضية الفلسطينية، زائد أن الموضوع طبعا مهم بالنسبة لمصر. وحذر طبعا رئيس السيسي في الفترة الأخيرة خصوصا مع عمليات التي قامت بها إسرائيل في رفح الفلسطينية ورفع العلم الإسرائيلي هناك، الرئيس السيسي حذر من هذه الاجتياحات ومن تفاقم هذه تفاقم هذا الوضع وخصوصا الوضع الإنساني. تمام. لأن رفح الوقت مكتظة بأعداد كبيرة جدا من الفلسطينيين خصوصا بعد عملية النزوح، ده كان طبعا سبب رئيسي أن يرجعوا دايما لمصر ويبقى فيه مشاورات مع مصر. نتمنى أن هذا التنسيق يعني يصل بنا إلى شيء يغير. نتمنى طبعا، بس للأسف يعني هو أهم حاجة أن يكون في إرادة سياسية من الدول المؤثرة زي الولايات المتحدة صحيح. الأمريكية صحيح. ويكون في خطوات على الواقع تستطيع أن هي تثني بها إسرائيل عن رغبتها للأسف في زعزعة أمن المنطقة وتغيير الخريطة الجيوسياسية المنطقة. بشكرك جدا أستاذة فرناز عطية الباحثة في الشؤون الإقليمية والدولية، وبشكركم مشاهدينا. فاصل قصير بعديه ينورنا ضيفنا الكريم في صالون مساء الخير، خليكم معانا.